مدير اعمالي واخويا، يعني هو اكتر من مدير اعمالي، اسمه محمد فؤاد. انا عايز اسمعه سقف كبير قوي قوي قوي. الحقيقه هو لسه معانا. الحقيقه ان احنا دلوقتي يعني بعد تقريبا 12 سنه حصل انفصال، بس احنا لسه اخوات. وده نموذج ان ممكن في الشغل يحصل يعني اختلاف وجهات نظر، بس بتفضل الاخوه والصداقه والمحبه، وبيفضل الاحساس العظيم الغالي اللي انا شايفه في قلبي طول حياتنا. احنا في بينا صداقه ومنتهى الرضا ومنتهى الحب، وكل واحد فينا بيتمنى لنفسه خطوه، يعني بيتمنى للتاني خطوه اعلى بدل ما هو شايف كده. فانا عايز اقول ان انا لازم اديله جايزه النهارده، وانا بكرمه بشكل شخصي ان هو يعني ربنا كرمني بشخص زي ده. اسمحوا لي اسمعوا سقفه كبيره قوي لو سمحت. مساء الخير. بشكر حضراتكم كلكم، بشكر النجم الكبير اخويا وحبيبي طول العمر اللي انا بفتخر ان احنا كملنا مشوار كبير من النجاح. الحمد لله رب العالمين. زي ما الكاميرا قال ينفع الاختلاف على مستوى الشغل، ما عندش اي مشكله بين الناس اللي بيحبوا بعض وبين الناس اللي بينهم حاجات كتير جدا حلوه. انا عايز اقول قدام حضراتكم اذا كان يعني انا بتكرم النهارده والناس بتشكرني على شغلي، فده حصل بسبب ان انا كنت بشتغل مع قصه كفاح ونجاح كبيره في الوطن العربي كله، وسلمت النجم الكبير اخويا دايما وحبيبي، وبتمناله على طول كل التوفيق وبفتخر بيه وهفضل افتخر بيه كل ما يتقدم لقدام، اخويا وحبيبي النجم الكبير سوبر ستار نجم مصر. كل واحد ياخد واحده بقى. وشوشة الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org